من أجل الحصول على مكافأة في ألتيما مع منتج ديفيو، يتعين عليك سحب توكن سبليت إلى محفظتك في تطبيق سمارت وولت. لا تنسى تفعيل محفظتك لإجراء المعاملات باستخدام توكنات سبليت. للتفعيل يتعين عليك تحويل واحد سمارت إلى محفظتك. حسناً، لسحب توكن سبليت افتح لوحة التحكم على موقع ديفيو. في أعلى اليسار سترى رصيد سبليت المتاح مع زر باي أوت، انقر على هذا الزر. مهم جداً أن تعرف أن للمصادقة الثنائية مطلوبة لسحب التوكنات. ستفتح لك نافذة حيث يجب عليك لصق عنوان محفظة سبليت الخاصة بك. يمكنك نسخ العنوان من سمارت وولت. ألصق العنوان المنسوخ وحدد عدد سبليت المراد سحبه، ثم انقر على زر ترانسفير. تفتح لك نافذة تحتاج فيها إلى إدخال كود المصادقة الثنائية. افتح تطبيق جوجل أوثنتيكيتر وادخل الكود الذي حصلت عليه في التطبيق في الحقل المناسب له. إذا نفذت كل هذه الخطوات بشكل صحيح، تظهر لك رسالة تفيد بأنه قد تم إنشاء طلب سحب توكنز. ستصل التوكنز قريبا إلى محفظتك التي حددتها. ستجد سجلا للباي أوت في قسم باي أوت هيستوري. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، يرجى التواصل مع فريق الدعم لدينا. نسعد دائما بخدمتك ومساعدتك. نتمنى لك عملا ناجحا.